الثورات الإمبريالية التي شاركت فيها سويسرا وألمانيا الغربية وبريطانيا والولايات المتحدة. في عكا المترامية على البحر كانت صرخة ولادته الأولى، فسطع نجمه على سور المدينة الحصين في 9 من إبريل نيسان عام 36 لسنة 900 وألف. إنه الثائر غسان كنفاني الذي عاصر النكبة في سن الطفولة قبل أن يتحول إلى لاجئ في مخيمات لبنان ومنها إلى دمشق. لكن كنفاني لم تكن رحلة حياته طويلة، إذ استشهد اغتيالا على يد الموساد الإسرائيلي وعملائه الذين زرعوا له عبوة ناسفة تحت مقعد سيارته في بيروت، انفجرت عند تشغيلها في 8 من تموز عام 1972، وقد فاضت روحه عن عمر ناهز 36، وترجلت معه ابنة شقيقته التي كانت بصحبته لميس نجم البالغة من العمر 19 عاما. وإن لم يكن كنفاني عسكريا، لكنه شكل أرقا للاحتلال بقلمه الذي أبى إلا أن ينطقه بالأدب الثوري، فكان ذلك سببا كافيا لاغتياله. نظرا لدوره في التوعية، فهو صحفي وأديب في آن معا ذاع صيته في أرجاء الأرض حين أثر بكتاباته في تشكيل الوعي الوطني والتحفيز الثوري والنداء باسم فلسطين. واتسم الراحل بأدب المقاومة، فكتب خلال أعوام قليلة عشرات القصص القصيرة وأصدر عشرات الروايات والدراسات السياسية الهامة، ليخلد من بعده إرثا أدبيا عظيما جعل منه واحدا من مؤسسي الأدب الفلسطيني الحديث. وبعد رحيله لم يبرح ذاكرة الفلسطينيين ومن تأثروا بإرثه الثقافي الذي اقتحم الساحة العربية والدولية حين أثرى المكتبة الثقافية، وقد ترجمت مؤلفاته إلى لغات عدة حين فاق عددها 18 مؤلفا توزعت بين القصة والرواية والعمل المسرحي، فشق طريقه بنفسه بإبداعه منقطع النظير. ولم تكن حياة الراحل مفروشة بالورود، بل بدت أشبه برحلة جبلية صعبة، فهو من أسرة ميسورة الحال، مما اضطره للعمل في عدة مجالات منها موزع صحف وعامل في مطعم ومدرس لمادتي الفن والرياضة في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين بدمشق قبل أن ينتقل إلى الكويت عام 55، فالتحق بسلك التعليم، وفي عام 1960 انتقل للعمل في بيروت بصحيفة الحرية التابعة لحركة القوميين العرب التي انتمى إليها، فضلا عن أنه كان واحدا ممن زرعوا أوتاد الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، فكان عضوا في مكتبها السياسي وناطقا إعلاميا باسمه لإتقانه اللغة العربية الفصيحة والفرنسية والإنجليزية. مرت السنون دون أن تمحو الأعوام الغابرة سيرة كنفاني الذي ترك بصمة وإرثا في من عرفه وعايشه وألهمته أعماله التي ظلت حية تذكر بروحه التي تتسلل من المكتبات والأدب الذي لا يموت، ليذكر الاحتلال بأن اغتيال الجسد لا يعني اغتيال الفكرة. فالح نصير فالح، تلفزيون فلسطين.